نتكلم شوية عن موضوع الضرائب. رئيس مصلحة الضرائب قال ان احنا حققنا 108% من مستهدف العام الجاري في 3 شهور، وقال حرفيا كده اتهريت شتيمة. بلغت اجمالي، هنشرح الخبر حالا دلوقتي، بلغ اجمالي ايرادات مصلحه الضرائب 116 مليار جنيه مصري خلال ال3 شهور الاولى من العام المالي الجاري، بنسبه بلغت 108% خلال الربع الاول من سنه 2018، العام المالي 2018 2019 اللي ابتدى شهر 7 اللي فات، مقسمه ما بين 48 مليار و800 مليون جنيه ضرائب على الدخل، و67 مليار و103 مليار جنيه من القيمة المضافة، بزيادة 132% على نفس الفترة من العام الماضي. طيب، أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة حققت طفرة كبيرة جدا خلال هذه المدة، وقال إحنا بقينا حنينين على الممولين، عشان كده بقوا بيتقدموا للضرائب بنفسهم وبيدفعوا بنفسهم. أضاف كمان عماد سامي خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب امبارح الأربعاء، أنه رغم ما حققته المصلحة من إنجازات إلا أن هي لسه محدودة، لأنها بتشتغل في ظروف وصفها بالصعبة جدا، ووضح أن قوة العمل الفنية الموجودة في المصلحة ضعيفة جدا وشاخت، والعمالة الموجودة من الكبار صعب تعليمهم، عشان كده قال أنه لابد من فتح التعيينات في مصلحة الضرائب اللي ما اتفتحتش من 22 سنة، ولف إلى أنه قدم طلبين بهذا الشأن لوزير المالية السابق والحالي عمرو الجرحي ومحمد معيط، ما اعتبره طبعا رئيس مصلحة الضرائب الشرط الوحيد والشرط الأهم لنجاح مصلحة الضرائب. انتقد رئيس مصلحة الضرائب قطاعي المهن الحرة والعقارات، وقال انهم لسه الاكثر تهربا من دفع الضرائب. ووضح ان المهن الحره حققت 181 مليون جنيه بس خلال الربع الاول من العام المالي الجاري اللي قلت لكم ابتدى فيه شهر 7. واضاف احنا لازم نشتغل على الاقتصاد غير الرسمي زي المحامين والدكاتره وغيرهم، واشار الى انه تعرض لهجوم شديد جدا وشتيمه كتير جدا بسبب طلب كشف سريه الحسابات البنكيه للممولين، وقال ان هو اتهرى فعلا شتيمه، وتابع انه اذا ثبت لديه حاله تهرب ضريبي ضخمه هيحتاج لكشف حساب البنكي طبعا للاطلاع على ميزانيه النشاط ده اللي قدمها للبنك، واكد انه كان ينبغي الحصول على كل المتاخرات من الضريبه. بالنسبه لأزمة ضرائب المؤسسات الصحفية، قال عماد سامي إن مديونيتها وصلت ل 11.5 مليار جنيه، وإن في لجنة من الوزارة بتشتغل على حل وجدولة الضرائب دي، وأكد إن مشكلة المؤسسات لا يمكن إلغاء هذه الديون من عليها، مش هينفع. ده اللي قاله بالظبط السيد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وكان الحقيقة في هذا الحوار كان يعني حوار يعني غاية في المكاشفة. موضوع الضرائب احنا برضو تعودنا ان احنا نسمع كلمة ضرائب نتخض وكده، ويعني الموضوع لا، يعني احنا لازم نتعامل برضو مع موضوع الضرائب بثقافة مختلفة، بما اننا داخلين او دخلنا بالفعل على خطوات جديدة ومرحلة جديدة.